تكلمت قبل هيك في واحد من الفيديوهات عن قنوات على اليوتيوب والتيك توك ما بصير انك تتابعها لو كنت ممرض، وما بصير انك تتابعها لو كنت انسان عاقل اصلا. في اثنين من الزملاء كتبوا لي تعليق على نفس الفيديو انه نستنى بالفيديو الجاي اللي هو قنوات لازم اتابعها. هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهاي قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، واليوم رح نتكلم عن أفضل القنوات اللي ممكن تتابعها كممرض، وطبعا هاي القنوات كلها على بعضها كمثال، لكن أنت لا تهتم بالقناة نفسها، اهتم بالمجال أو الموضوع اللي بتتكلم فيه القناة، وحاول تلاقي قنوات ثانية بتشبهها تستفيد أكثر. اليوم راح أحكي لكم عن بعض القنوات اللي أنا بحب أتابعها، وهذا مجرد اختيار شخصي مش راح أجبرك عليه، لكن بشكل عام أنت انتبه بالمجال اللي بتتكلم فيه كل قناة. بما أنه أنا موجود في قطر بحب أتعرف على ثقافات الدول الثانية، وبحب أتعرف على كل بلاد واللغات والأكلات والرقصات والأغاني والعادات والقوانين الموجودة في كل بلد. فكل بلد بالدنيا بقدر ألاقي بني آدم بيحكي بالعربي بتكلم عنها بعرفني عليها أنا مستعد أتابعه. فمثلا في كثير قنوات بتتكلم عن أمريكا أنا متابعها، مثلا عندك في شاب مصري اسمه عمر أيمن بتكلم عن أمريكا، وبتكلم أول ما وصل كيف اشتغل وكيف لقى شغل وكيف لقى سكن وإلى آخره. فيديوهاته جميلة جدا ومختصرة وبتفيدك، هو أصلا حكم كرة قدم على فكرة. في بنت مصرية برضو اسمها جاسمين نجيب لها قناة، مش كثير بتنزل فيديوهات بس برضو أسلوبها سلس وبتفيد. في شاب فلسطيني اسمه فحماوي، محمد فحماوي أظن، قناته نشطة أكثر على التيك توك من اليوتيوب، وبحب أتابعه لأنه كل يوم بنزل فيديو أو اثنين، ومن يوم ما بلشت الأحداث في غزة ما بتكلم إلا عن هذا الموضوع. في بنت مصرية اسمها مرت برضو بتناقشك أكثر إشي في كيف تلاقي شغل وكيف تحضر للمقابلة وكيف تعمل السي في وشو الأشياء اللي بتخليك تلاقي شغل، شو الأشياء اللي بتخليك تنقبل بالسفارة، والأمور هاي اللي بتهم كثير ناس. في شاب سوري اسم قناته ناس USA بلف الولايات المتحدة كلها بيوريك وين في عرب، وين في تجمعات للعرب، وين في محلات أكل عربي، وين في مساجد عربية، وين في مدارس عربية، وين في دور تحفيظ القرآن. بيوريك إنه أمريكا مش كلها همال وقلة حياة زي ما أنت مفكر، لا، فيها مساجد، فيها دور تحفيظ قرآن، فيها كل إشي نفسك فيه. في قناة تيك توك بحب أتابعها اسمها مصري في كوريا، بيورجيك كل الأشياء الغريبة والعجيبة الموجودة في كوريا الجنوبية. في هولندا في شاب يمني مسمي قناته الكابوس، هذا الزلم كثير دمه خفيف، أنا بحب أتابعه لما يكون هيك منكد وزهقان بفتح القناة تبعه. في بريطانيا في شاب اسمه ماهر، أظن أنه جزائري أو مغربي، فاتح قناة مسميها قناة ماهر، بدك تعرف أي شيء عن بريطانيا تابعه برضه. في ألمانيا في أكثر من حدا، وفي كندا في كثير قنوات متابعها، للأسف مش متذكر اسم حدا منهم. في نيجيريا في بنت اسمها سمية إبراهيم، في ناس من نيجيريا بيحكوا عربي. في بنت اسمها سمية إبراهيم نيجيرية تتكلم العربية، وفاتحة قناة على التيك توك على اليوتيوب، وبتابعها أول بأول بشوف شو الأخبار في نيجيريا وكيف العيشة وكيف القوانين وكل إشي عن البلد. في الصين في واحدة لبنانية متجوزة وعندها ولدين توأم أو بنتين مش متأكد، المهم اسمها نور بدران، بتابعها برضه بتعرف على الصين هذا البلد الغريب العجيب. وفي واحد مصري في روسيا نسيت اسمه بس برضه متابعه، بدي أتعرف على كل بلد بالدنيا إذا بقدر. في سويسرا في قناتين، واحدة اسمها خالد أحمد، واحد مسمي قناته عبد الله سويسرا. هذول الاثنين ما بوروك إلا المناظر الحلوة بسويسرا، فإذا أنت حابب تطلع سياحة على هاي البلد تابعهم تنبسط. بما إنه أنا إنسان عندي قناة على اليوتيوب وعلى التيك توك، بهمني أتابع الناس اللي بتتكلم في صناعة المحتوى، وهالأيام في كثير قنوات بتفهمك كيف تصور الفيديو، كيف تعمل له مونتاج، كيف تنقي الصوت، كيف تختار الصورة المصغرة، كيف تختار حتى عنوان الفيديو، كيف تختار حتى الموضوع اللي تعمل عنه قناة أصلا. وكل يوم بنزلوا تحديثات أول بأول عن القوانين الجديدة اللي طرقت على اليوتيوب أو على التيك توك. من أجمل هذه القنوات الأستاذ أحمد ممدوح، هذا الإنسان جدا 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 أنا استفدت منه، الله يجزي كل الخير. أنا تعلمت منه كيف أصور وأنزل فيديو على اليوتيوب من قناته، والزلمة هذا بيعمل فيديوهات مجانية، وإذا بدك تدخل معاه دورات جدا جدا رخيصة، يمكن 10 أو 20 دولار الدورة، بس بتفرق إنه بيعطيك نفس العلم لكن بتابع معك خطوة بخطوة وأنت بتضبط بالفيديو، وبقول لك وين الأخطاء. في قناة اسمها علامة استفهام لواحد اسمه أيمن صفوت، برضو جميل جدا، والإنسان هذا رائع جدا بفيدك.
على التيك توك في بنت اسمها حلا هيثم بتعلمك تعمل شغلتين، كيف تنشر فيديوهاتك على التيك توك وكيف تعمل تسويق لشغلك اذا كان عندك بزنس. على نفس التيك توك في شاب سوري اسم قناته الفهمان، برضو بعطيك كل قوانين التيك توك وكيف تنشر وكيف ما يجيك منع او حظر لبعض الفيديوهات وما الى ذلك. في الرياضة وكرة القدم طبعا ما بتابع الا ممدوح نصر الله، الانسان الوحيد على اليوتيوب العربي اللي بيقدر يحكي فيديو نص ساعة بدون ما يكون مجهز ولا معه ورقة وقلم. طبعا بعض الناس انا بتابعهم لشغلة واحدة، بدي اتعلم منهم كيف بيحكوا وكيف انهم ما بتأتوا قدام الكاميرا. بس لما بدك تتكلم عن السفر لازم تتابع قناة بيسوهات، هذا انسان رائع اسمه باسم، سكن في مصر فترة وسكن في الدنمارك فترة طويلة وسكن في تركيا فترة بسيطة وقعد في البرتغال كم شهر وراح على دبي فترة معينة، وبعرفش وين هو هسه، بس عنده قناة كل فيديو عن بلد. فلو بدك تزور البرازيل، بدك تزور جنوب افريقيا، نيوزيلندا، روسيا، امريكا، كندا، فرنسا، مصر، تونس، الاردن، عنده فيديو عن كل بلد بالدنيا، تنبسط جدا وانت بتتابعه. من ناحية المعلومات العامة أكثر قناة بستفيد منها وبضحك بنفس الوقت نيفين سليم، هذه البنت بتوريك كل الأمثال المصرية من وين اشتقوها وشو حكاية كل مثل. أسئلة نص الليل أروع قناة عربية للمعلومات العامة، بوريك الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك وما تلاقي لها حل وعليها ملايين المتابعين. عبد الحميد الملا هاي قناة على التيك توك وبرضه بتكلم في عدة مواضيع. قرية العجائب بدر حبيب الكل برضو عنده ملايين متابعين، مع انه اقل فيديو عنده 30 و40 دقيقة بس برضو متابعين بالملايين. احمد السعودي دمه خفيف بيقدم المعلومة بشكل رائع وفيديوهاته قصيرة جدا جدا دقيقة او دقيقة ونص، وقناته على تيك توك على فكرة مش على اليوتيوب. في برضو قناة جميلة جدا اسمها شارع العلوم على تيك توك تابعها. احيانا بحب اهتم بالاقتصاد او بالاخبار، ففي الاقتصاد اجمل قناتين بالنسبة لي قناة اقتصاد الكوكب لمصطفى الصعيدي وقناة المخبر الاقتصادي. ومرت علي فترة برضو كنت ناوي اعمل بزنس فاهتميت بالبزنس شوي. من اجمل القنوات في البزنس اللي هي قناة عمر جهامة، هذا انسان اردني مقيم في الامارات، وقناة محمد جاويش هذا مصري برضو بستفيد كثير من النصائح اللي بقدمها. على ذكر البزنس اخوي الكبير عماد فاتح قناة للاسهم في بورصة عمان، فإذا بدك تعرف أي سهم راح يطلع أي سهم راح ينزل هاليومين تابعه بتستفيد، وهي هي قناته. بما أنه أنا ممرض لازم أتابع ممرضين أطباء وصيادلة وأي ناس تشتغل بالمجال الصحي، فمن أجمل القنوات اللي هي دكتور سويدان طبيب أسنان بيكلمك عن نصائح لصحة الفم والأسنان، وبرضه أغرب وأعجب أمراض الفم والأسنان اللي عمرك ما سمعت فيها. دكتور عبد الله زيادنة صيدلاني بيكلمك عن كل الأدوية اللي بالدنيا. الصيدلانية ابتهاج أحمد هيك اسم القناة، هاي البنت سعودية وإلها قناة جميلة جدا ومفيدة تابعها على تيك توك. في صيدلاني مصري اسمه بيومي عامل قناة كلها خف الدم وكلها عن المشاكل اللي بيتعرضوا لها الصيادلة والمواقف الطريفة اللي بيتعرضوا لها. دكتور دايري مش احنا مذكرات ممرض، في دكتورة سعودية عاملة قناة اسمها مذكرات طبيب عملتها على تيك توك، برضو بتتكلم عن الصعوبات والمشاكل اللي بيواجهوها الأطباء خصوصا اللي بيكون متخرج جديد أو متعين جديد. أكثر موضوع بالطب بحبه اللي هو مكافحة الخرافات الطبية، في دكتور اسمه محمد منصور مصري مقيم في بريطانيا عامل قناة اسمها الدكتور، فلو بدك تعرف عن أي دواء أي عملية أي ممارسة طبية أي عشبة أي إشي طالع جديد وما حداش عارف إله فايدة أو لا تابع قناته بتعرف الصح من الغلط. أهم إشي راح تسألني هل في ممرضين بتتابعهم على اليوتيوب أو التيك توك؟ على اليوتيوب أكثر اثنين بتابعهم أمريكيين، واحدة اسم قناتها Registered Nurse وواحد أمريكي من أصل لبناني اسمه محمد اسم قناته Alpha Slice. بما أنه أنا من هواة المطالعة وكثير بحب أقرأ بحب أشوف القنوات اللي بتلخص الكتب، فما في أروع ولا أشهر ولا أفضل من قناة أخضر، هاي القناة تعطيك ملخص 10 دقائق على الكتاب إذا عجبك تقرأه. وفي شاب مصري اسمه تامر جمال بلخص كتب برضه لكن معظم قناته عن الكتب السياسية، فإذا أنت مش حابب تدخل في السياسة سيبك منه. في ناس بتعمل ريفيو لمنتجات التكنولوجيا، بيجيب الميكروفون بقول لك اشتريته فحصته عجبني أو ما عجبني، جبت سماعة عجبتني أو ما عجبتني، جبت مثلا لابتوب، جبت شاحن للتلفون، جبت اي شيء. ما في اروع من عمر دايزر طبعا. في بنت سورية اسمها رواء بتابعها على التيك توك وهذا المايك انا اشتريته طبعا نصيحة منها. في محمد علاء الدين برضو استفدت كثير منه
وفي شاب اسمه محمد خالد، هذا ما بيعمل ريفيو بس بيعرض لك التجارب الفاشلة للشركات الكبرى في السنين الماضية. من يوم ما بلشت الحرب في فلسطين وقصة المقاطعة بلشت أتابع شاب سوري اسمه أيمن الشعار، عامل قناة مسميها الحربوء. هاي القناة موجودة على التيك توك، موجودة على اليوتيوب. برضو من المواضيع اللي أنا مهتم فيها الطيارين وربابنة أو قباطنة السفن. أحيانا بحب أنه أتعلم إشي عن قيادة السفينة أو عن السفر بالبحر، وأحيانا بحب أتعلم عن السفر بالجو. ففي واحد اسمه كابتن سلطان، قناته جميلة جدا، هذا الإنسان بحار سوري لكنه بيشتغل في الدنمارك، بيتكلم عن الإبحار وكيف بيحر الواحد، قوانين البحار والأشياء هاي. في واحد اسمه بايلوت هاروت لبناني بيكلمك عن قوانين الطيران. ريهام رضا بتكلمك عن الطيران، وفي بنت اسمها لوسي برضو بتفيدك في المجال هذا. من أروع القنوات على التيك توك قناة لسائد السردي، هذا الإنسان بيكلمك عن عادات البدو. بس امتى الواحد بيشلح العباية، امتى الواحد بيشلح العقال، امتى الواحد بيهز الفنجان، أشياء أنا بحبها على فكرة. أغرب مجال للفيديوهات في شاب اسمه حسين السكران، بيجيب لك أول ثانيتين من فيديو، بعدين بقول لك البنت راح تضيع وقتك 3 دقائق عشان تقول لك إنه طبخت طنجرة محشي لأولادها، ما تضيع وقتك. مصر كلها بتسألني انت ليه سميت مشروعك ماما؟ عشان مامته بعت الخاتم الذهب بتاعها عشان يجيب بيه الجريل والقلايه، ما تضيعش وقتك. وقلدوا ناس كثير، كثير ناس قلدوه. بيجيبوا لقطه من فيديو اول ثانيتين، بعدين بقول لك جوزها اشترى لها خاتم ذهب، لا تضيع وقتك. انا بيعجبني على التيك توك خصوصا القنوات اللي اصحابها بيكونوا اصلا عندهم مشاكل او عندهم اعاقات او عندهم تحديات معينه، ومع ذلك بتغلبوا عليها وبيفتحوا قنوات وبصيروا مشاهير وعندهم متابعين بالآلاف. شوف الفيديو اللي جنبها، هذا الفيديو لإنسان مسمي القناة تبعه مسوق إلكتروني. طبعا هو عنده زي ما انت شايف إعاقات جسدية وحتى لغوية، مش راح تعرف تفهم شو بيحكي، كاتب لك الترجمة من عربي لعربي تحت، واستفدت منه في بعض الشغلات، ولو صار عندي شركة راح أتبع هاي النصائح إن شاء الله. برضو بحب القنوات اللي أصحابها محاربين للسكري أو محاربين للسرطان أو أشياء زي هيك. في شاب في قناة اسمها زناد الثقفي، مريض سكري. وفي شاب اسمه عسلية الرومانسي، هذا إنسان عنده مشكلة بالمشي لكن قناته جميلة جدا وبتأخذ منها طاقة إيجابية بطريقة مش طبيعية. في قناة سعودية أظن اسمها انت كفو، كل حلقة أو كل فيديو بيجيبوا إنسان عمل إشي كويس بالمجتمع، سواء ضحى بجسمه، ضحى بتبرع بكلية، عمل إشي أنقذ حدا من الموت، وبيعملوا له تكريم. من أشهر الناس اللي تغلبوا على إعاقاتهم في قطر غانم المفتاح، هذا الإنسان كان موجود في افتتاح كأس العالم قبل سنة أو سنة ونص، وأنا شخصيا شفته في مستشفى الوكرة وتصورت معه. لحد الآن لا زال يدرس ويتعلم ويصلي ويدعي ربنا، ما فقد الأمل بشي، لحد الآن بيستكمل دراسته، أظن أنه في بريطانيا حاليا بيكمل ماجستير في شيء ما. فإنسان بتأخذ منه تفاؤل غير طبيعي. لما أكون زهقان وبدي أتسلى في قنوات، مثلا قنوات الحرف اليدوية. القناة هذه مثلا بتعمل منحوتات وتماثيل من الجمصين أو من الصلصال لشخصيات مشهورة، والشغل تبعه متقن جدا. القناة هذه مثلا اللي هو بيجي ممكن يجيب خشب أو قطع خشب، فتافيت كان بده يرميها ويعمل منها عمل فني رائع جدا. ممكن يجيب قزاز مكسر أو إشي ما فيش له داعي ويعمل منه عمل فني رائع جدا. لما بدك تتسلى بحب أتابع القنوات اللي بتأدي الخدع السحرية أو خفة اليد، مثل كريس المصري أشهر واحد فيهم، مينا سبيد برضو مصري، وفي ناس بيقولوا أنه بيقلد كريس، بس برضو اثنين دمهم خفيف. من أروع القنوات في هذا المجال زاك كينج، هذا إنسان بيعتمد على الخدع البصرية وفنان جدا فيها. ولو بدك خف الدم ما فيش بعد خابلان، هذا الإنسان إيطالي دمه خفيف جدا مع أنه بيحكيش ولا كلمة. وفي قنوات كثير ما بتعمل لك خدع سحرية، بتوريك كيف الخدعة السحرية بتنعمل وتوريك كيف السحرة بيضحكوا عليك. لما تكون قرفان بدك تروق، بدك تخفف توتر، يا اما بتروح على قناة حسن كريك اللي هو اصلا حلاق لكن معظم زبائنه اطفال، بتشوف كيف بحلق لهم وكيف بلعب معهم وبعطيهم هدايا ومصاص وكذا. انسان دمه خفيف وعنده ملايين متابعين الله يرزقه. في شاب باكستاني اسمه كاشف الله، عنده 3 بنات صغار منهم 2 توأم. البنات بسم الله ما شاء الله جميلات جدا، وبيختار لهم ملابس جميلة جدا، وبنشر على التيك توك كل فيديو بلبسة مختلفة. ذا ليتل باف أجمل قطة على يوتيوب، إذا بدك تضحك وتتسلى في نفس الوقت. هاي القطة تعمل فيديوهات طبخ على التيك توك،
وعلى اليوتيوب، واي قناه فيها قطط انا بحبها عموما. في قناه اسمها فتى الالغاز، كل مره بختار لغز معين بوريك كيف بنحل، واي قناه للاطفال بس انت اكتب بيبيز او تشيلدرنز وشوف شو بيطلع لك قنوات، مجرد تتفرج عليهم هم بيلعبوا بيضحكوا بركضوا، هذا اشي ممتع. برضو في نوعيه من القنوات اللي هي قنوات بتحفزك على عمل الخير، بتحفزك انك تكون انسان نايس ولطيف مع العالم، هاي انا بحبها. في قنوات مثلا بتلاقي انسان زعلان بروح بعطيه ورده وبروح، او مثلا بلاقي بنت بتعيط فبعطيها ورقه مكتوب فيها انت اليوم شكلك بجنن فبتبطل تعيط. في واحد اسمه اديل اظن شغلته مصور، فبصور اي واحده ماشيه في الشارع بعدين برمي الكاميرا قدامها وبقولها اتفرج على صورتك، اذا ما عجبتك خذ الكاميرا اليك، فبتكون هي اصلا متنكده بتشوف الصوره حلوه هو بيعرف يصور لانه بتنبسط. في واحد نفسي اتذكر شو اسم القناه تبعه، بيجي بيعمل حاله شحاد او بيعمل حاله مريض او بيعمل حاله ما معه ياكل وبطلب من كذا واحد، اول 2 3 5 10 ما بعطوه ولا قرش، اللي بقول له خذ لك هال5 دولار جيب لك سندويش او كذا، بقول له هي هديه مني لك ايفون 15 عشانك انت الوحيد اللي طلعت بوجهي. بحب هذا النوع من الفيديوهات. من اجمل القنوات اللي شفتها على التيك توك في شاب اسمه محمد ابو حليمه، هذا سوداني عامل قناه على التيك توك، تخيل انه بعلم اللغه الفرنسيه من داخل خيمته في السودان. لو تشوف كيف بشرح اللغه وكيف الادوات اللي معاه، مجرد كيس خيش كيس فاضي اللي بحطه فيه الرز وبكتب عليه طبشوره لقيها في الشارع. القناه مش مكلفيته قرش لكن انسان مبدع جدا، وعن جد لو رحت على اي بلد تتكلم فرنسي راح اخذ من عنده علم. تابعوا من فترة وتعلمت منه كلمتين، وي يعني يس ونو يعني نو، وإن شاء الله بتعلم غيرهم. هذا اللي خطر على بالي لحد الآن، وفي كثير قنوات ممكن تحضرها وتتابعها وتستفيد منها، أحسن من قنوات الغنى والرقص وقلة الحياة والهبل، وأحسن من قنوات زرع الفتنة والسياسة والكلام الفارغ اللي ما بودي ولا يجيب. فأنا بنصحك بشكل عام يا بتتابع قناة في تخصصك بتتكلم، يا بتتابع قناة بتتكلم عن العلم، يا بتتابع قناة بتفرفش فيها وتنبسط بدون ما تغضب ربنا بدون قلة حياة وبدون أي إشي غلط، يا بتتابع قناة في إشي أنت نفسك تتعلمه، سواء بيزنس سواء علم جديد سواء تتعلم لغة ثانية غير اللي بتعرفها، سواء بدك تعرف إشي عن بلد أنت ناوي تهاجر إلها وهكذا. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله.